احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، ان نعم الله على العبد كثيره، ويجب على العبد ان يشكر هذه النعم ليل نهار، ولو سجدنا لله على الجمر لما ادينا له سبحانه حقا من حقوقه علينا. وانت تستطيع ان تقسم النعم اقساما ثلاثه، النعم اللي الناس كلها مغمورة فيها اقسام ثلاثة، اما نوع نعم دنيوية او نعم دينية او نعم اخروية. هذه هي النعم الثلاث التي هو يعني التي هي مغمور فيها العبد. تجي للنعم الدنيوية، النعم الدنيوية الناس كلها تركز عليها، الصحة، المال، صلاح الاولاد، الاكل الحلال، دي نعم دنيوية، لان الانسان اذا اكل حراما هذه نقمة، والمصيبة ان الانسان اذا اكل حراما لا يستجاب له دعوة، فالانسان لازم يراعي اكل الحلال. وكانت الصحابية تمسك ايد زوجها عند الخروج تقول: يا عبد الله اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فاننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. اذا النعم الدنيوية، نعمة الصحة، نعمة المال، يجب ان يعني ايه ان نراعي ان هذه نعمة، والنعمة تستوجب الشكر، والشكر يستوجب بفضل الله الايه الزيادة. لكن فيه ناس احيانا لما يصاب بمرض ييأس، ولما الاطباء يحاروا في شفائه ييأس، وما فيش شيء في الاسلام اسمه مرض مزمن او مرض لا علاج له او مرض او داء لا علاج له. ما فيش داء لا علاج له، ما خلق الله داء الا وخلق له دواء، الا داء الهرم، داء العجز، داء الكبر في السن، داء الموت، ده ليس له ايه، ليس له حل. هناك نعم دينيه، نعم دينيه زي التقوى، زي العلم، زي المعرفه بالله سبحانه وتعالى، هذه تستوجب ايضا ان الواحد يحمد ربنا عليها. لماذا؟ لان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين الا لمن احب. وذلك ابن عطاء له جمله شهيره تحفظونها، يقول: ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. يعني لو اوجدك رب العباد في مكان عمل حلال تعرف انك غالي عند الله، لو وجدت في مكان عمل ترتزق منه حرام والعياذ بالله رب العالمين، اعلم انك هين على رب العباد سبحانه وتعالى. لما تروح عليك صلاه الصبح وتصلي الصبح بعد شروق الشمس، اعلم انك هين على الله. لماذا؟ لانك لم تشرف نفسك بالوقوف بين يدي الله سبحانه طائعا مطيعا لله سبحانه وتعالى. فلو وقفت لله طائعا مطيعا لشرفك بخدمته والوقوف بين يديه. لما يكون فيه حاكم او امير او ملك ويدعوك دعوة لتكريمك، لابد انك عملت شيء تستدعي التكريم، فلا تذهب الى الحاكم او الى الرئيس او الى الامير او الملك الا اذا كنت تكرم، يعني الا اذا كنت قدمت شيء للمجتمع. ولله المثل الاعلى، اذا قدمت طاعة بالليل اكرمك رب العباد بان تقوم بين يديه في صلاة الصبح في وقتها. فهناك نعم دنيوية، في نعم دينية، في نعم اخروية. ايه النعم الاخروية؟ اللي هي حسن الخاتمة، قبول العمل الصالح، الرضا منك بالعمل القليل، وان تكو يعني مثقال حسنة يضاعفها، ان يرزقك الاسلام، الايمان، المعرفة سبحانه وتعالى، فذلك يجازيك عنها يوم القيامة خيرا. يبقى اذا ادي عندك ثلاث ايه انواع من النعم، نعم دنيوية، نعم دينية، نعم اخروية. ما الذي يقتضي منك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي حبب الينا الايمان، قال: وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. سبحان الله، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فانت ماذا صنعت امام هذه النعم؟ ان نعم الله عز وجل كثيرة علينا، نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم عامة ونعم خاصة، نعم تشارك فيها العالم كله، نعمة الشمس والضوء والهواء، نعم عامة ونعمة خاصة داخل. وانت تشكر الله على النعم وتشكر الله على النقم، لان الله عندما يريد بعبد خيرا يبتليه، واشد الناس بلاء الانبياء، فالاولياء فالامثل فالامثل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا عبيد احسان لا عبيد ابتلاء، وان يجعلنا وياكم من الشاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.